شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول جوانب من العلاقة التي تربطنا نحن الأحياء بآبائنا وأجدادنا وذوي الحقوق علينا الذين رحلوا عن هذه الحياة وأصبحوا رهائن التراب. هؤلاء في يوم من الأيام كانوا مثلنا، كانوا يعيشون فوق هذه الأرض، وكانوا يذهبون ويجيئون وينامون ويستيقظون ويضحكون ويبكون، وكانوا يشغلون حيز من هذا الكون. ولكن الآن انتهى كل شيء، بعد ما إلهم وجود، ما إلهم أثر، ما إلهم حضور في المجتمعات، ما إلهم صوت، ما إلهم كلمة، تحولوا إلى مجرد اسم على شاهد قبر. هذا الشخص اللي في يوم من الأيام كان عالم أو كان تاجر أو كان موظف، والذي كان يملأ هذه الحياة بحيويته ونشاطه وكلماته، تحول إلى مجرد اسم. تذهبون إلى المقابر تشوفون مكتوب على قبر فلان ابن فلان أو المرحومة فلانة، مجرد اسم. تلاحظ التاريخ قبل 30 عام، قبل 40 عام، قبل 100 عام هذا الشخص كان له وجود، ولكن الآن ما له وجود، مجرد اسم. وفي كثير من الأحيان الحياة تبخل عليه حتى بهذا المقدار،
يعني حتى اسم ما إله. الآن من هو جدنا الرابع؟ من هو جدنا الرابع؟ ربما الكثير منا ما يعرف من هو جد الرابع. جد الرابع اللي له هذا الفاضل وهذا الحق عليه حتى اسمه ما يعرف. حتى إذا فرضنا أنه يعرف اسم علي مثلا، ثم ماذا؟ يعني هذه المعرفة ربما لا تجدي ذلك الميت شيئا. نتحدث بإذن الله حول جوانب من العلاقة بين أول هذه القافلة التي قضت نحبها وبين آخر هذه القافلة التي تنتظر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هنالك مجموعة من البحوث تطرق إليها العلماء في مباحث المعاد. هذا المبحث فرع من فروع المعاد، ونحن نتطرق إلى هذه المباحث على ضوء الروايات الواردة في هذا الباب. المبحث الأول أنه هؤلاء الذين رحلوا، يعني آباؤنا، أجدادنا، ذوي الحقوق علينا، هؤلاء هل تنقطع علاقتهم بهذه الدنيا؟ أبدانهم راحت، انتهت، تحولوا إلى تراب أو يتحولون إلى تراب، ولكن أرواحهم هل تنقطع أيضا عنا أو لا؟ أكو هنالك نوع من الارتباط بين تلك الأرواح وبين الأحياء. الشيء اللي يظهر من الروايات المنقولة أن هذا الارتباط قائم بين أرواح المؤمنين الذين ذهبوا وبين أرواح وأجساد الباقين. هذا الارتباط ما ينقطع، الله يبقي هذا الارتباط، يديم هذا الارتباط. في الحديث المنقول عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن المؤمن ليزور أهله، أولاده، أحفاده، زوجته، يزورهم بين فترة وأخرى. كأنه الله تعالى هذا الارتباط، هاي الألفة اللي كانت بين المؤمن وبين أهله، ما يريد يقطع هذا الارتباط. هذا الارتباط مو ارتباط جديد، لا، ارتباط قديم. كم قدم هذا الارتباط؟ لا نعلم، ربما قدم هذا الارتباط ألوف الأعوام أو مئات الألوف من الأعوام، احنا ما نعلم. في الحديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف في عالم الذر. عندنا عالم قبل هذا العالم، عالم الذر، هناك تعارفنا بعضنا مع البعض الآخر. تشوف واحد تنشد إلى من اللقاء الأول، تحب من اللقاء الأول، يقولون إن هذا من آثار عالم الذر، ذاك العالم اللي كنا فيه. فأكو هذا الارتباط، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إذا في ذلك العالم تعارفوا، في هذا العالم يتآلفون، وإذا في ذلك العالم تخالفوا، في هذا العالم يختلفون. الأرواح جنود مجندة،
فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فهاي الألفة اللي كانت مئات الأعوام أو ألوف الأعوام، الله كأنه ما يريد يقطع هذه الألفة وهذا الارتباط، كأنه المؤمن يبقى عند ذلك الحنين إلى أهله، إلى أولاده، إلى أحفاده، يبقى عند ذلك الشوق، فالله تعالى يتفضل عليه ببقاء هذا الارتباط. وحتى في الجنة، حتى في الجنة هذا الارتباط إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفي آية أخرى ألحقنا بهم ذريتهم، حتى الذرية أولاده، حتى اللي ماتوا قبل البلوغ، ماتوا قبل التكليف، هذا ما يستحق الجنة لأنه ما عامل عمل يستحق به الجنة، ولكن لأن أبوه مؤمن، لأنه أبوه رجل متدين، الله تعالى يحب كما يبدو أنه يكرم هذا الأب، فيبقى ارتباطه حتى في الجنة. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فبناء على هذا الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول في هذا الحديث: إن المؤمن ليزور أهله. لكن لاحظ لطف الله ورحمة الله، فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره. الروح تجي في مثل هذه الأوقات، يعني في مثل هذا الوقت، أكو في الأحاديث في الزوال يعني قريب الظهر ونحو ذلك، الأرواح يوم الجمعة تأتي، فإذا أكو شيء يسر الله يظهره لهؤلاء الأموات. يعني إذا مثلا هذا المؤمن في حالة عبادة مثلا يرى هذه العبادة، إذا في حالة طاعة هذا الميت يرى هذه الطاعة من أهله وذويه فيسر بذلك، يفرح بذلك. أما إذا أكو شيء يكره مثلا والعياذ بالله ابنه كان فاسق فاجر أو على معصية أو مريض مثلا، حتى الأشياء الدنيوية مريض، فيستر عنه حتى هذا المؤمن في ذلك العالم ليتأذى، فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره. كم مرة هذه الروح تأتي إلى أهلها وذويها؟ أكو هنالك مقياس محدد؟ لا، ماكو مقياس. الشيء اللي يبدو هذا مربوط بنوعية العمل، هذا المؤمن شلون عمله كان في هذه الحياة؟ كأنه هذا نوع من التفضل، كأنه هذا نوع من اللطف الإلهي. كلما يكون إيمانه أكثر، الميت يعني تقوى تكون أكثر، أعمال الصالحة تكون أكثر، يفسح له المجال أكثر فأكثر إلى أن يجي إلى أولاده وأحفاده وذويه وأهله. في حديث عن الإمام الصادق، هذا حديث آخر، إسحاق ابن عمار، الظاهر أنه إسحاق بن عمار الساباطي، قال: قلت لأبي الحسن الأول، أبو الحسن الأول الظاهر أنه الإمام الكاظم صلوات الله عليه، قلت له، يعني إسحاق يقول للإمام الكاظم: يزور المؤمن أهله أو ينقطع؟ قال: نعم، يزور أهله. هاي الرواية مذكورة في كتاب الكافي للكليني رحمة الله عليه. فقلت: في كم؟ كم مرة يزور؟ بالسنة مرة؟ بالسنة مرتين؟ كم مرة؟ فقال عليه السلام: على قدر فضائلهم، يعني فضائل الموتى، اشقد قربهم إلى الله، درجتهم عند الله، منهم من يزور في كل يوم، كل يوم الله يأذن له فيجي يزور أهله،
فيشوف المشاهد الطيبة فيفرح بذلك، وإذا أكو منظر مو طيب الله يستره عنه حتى لا يتأذى في ذلك العالم. منهم من يزور في كل يوم مرة، ومنهم من يزور في كل يومين، ومنهم من يزور في كل 3 أيام. ثم الراوي يقول إسحاق بن عمار: رأيت في مجرى كلامه أنه يقول أدناهم منزلة، يعني أقل المؤمنين درجة، كلش مؤمن ضعيف في هذه الدنيا، وآية عمل الصالح كان في الحد الأدنى، أدناهم منزلة يزور كل جمعة، هذا أقل المؤمنين، هذا الارتباط ما ينقطع حتى لأدنى المؤمنين، في كل جمعة يزور أهله مرة واحدة. قلت إسحاق بن عمار يقول في أي ساعة، شو وقت يجي؟ فقال عليه السلام: عند زوال الشمس يوم الجمعة عند الظهر، ومثل ذلك، يعني نحو هذه الأوقات يأتي إلى أهله. إذن هذا الارتباط بين المؤمنين وبين أهلهم وذويهم باقي، وقلنا كأن هذا لطف من الله وتفضل من الله حتى هذه العلاقة، هذه الألفة اللي كانت تبقى. يقولون إن الموت صعب على الفتى، مفارقة الأحباب والله أصعب. هذه المفارقة اللي هي صعبة كأن الله يريد أن لا تكون للمؤمن. هذا المبحث الأول. خلاصة هذا المبحث أن العلاقة بين الذين رحلوا وبين الباقين من المؤمنين علاقة واستمرة دائمة، وكأنها نوع من لطف الله وفضل الله، وأدناهم منزلة يزور أهله في كل جمعة مرة. المبحث الثاني أنه حقوق الآباء والأجداد وذوي الحقوق، هل هي تقتصر في حالة حياتهم؟ طبعا الذين هم في حالة الحياة لهم حق على ذويهم، الأب له حق عظيم على أولاده، حق الله يقرنه بنفسه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعدين شنو؟ وبالوالدين إحسانا، الله ثم الوالدين. شوف شكد عظمة هذا الحق، الأب له حق على أولاده، الأم لها حق على أولادها، حتى إذا يكون كافر، حتى إذا يكون فاسق، حتى إذا يكون فاجر، حتى إذا يكون مؤذي لأولاد، هذا حق، حق الله قرره، هذا حق تكويني أولا كما قلنا فيما مضى، لأن هذا جزء العلل الوجودية لوجود هذا الابن أو معد، بالنتيجة هذا حق تكويني وحق إلهي، الله فرض ذلك مهما كان الأب. لكن هذا الحق مو فقط في حال الحياة، حتى بعد الممات آباؤنا أجدادنا لهم حق حتى بعد مماتهم. والشيء اللي يبدو أن حقهم في حال الممات أكثر من حقهم في حال الحياة، يعني هكذا يبدو، لأنه في هذه الحياة عندما هو حي أنت ما تخدمه، واحد آخر يخدمه، أنت لا تخدمه، واحد آخر عنده طريق ثاني إلى بديل، يعني القضية مو متوقفة على ابنه أو على بنته أو على أولاده وأحفاده، واحد ثاني يخدم، خدامة تخدمه، خادم يخدمه، يستأجر واحد يخدمه، فمو مسألة بعدين
منتهى القضية إذا مثلا ما وجد واحد يخدم شوية يتأذى في هذه الحياة، لكن هناك عندما يروح ينقطع عن كل شيء، بعد كل شيء ما عنده، رهينة يصبح، أسير يصبح. ذاك الرجل ينقل أني رأيت أحد الأفراد المقتدرين في عالم الرؤيا ووجهه مسود خلف أموال هائلة بعد موته، ولكن ما قدم لحياته. حقيقة بعض الأفراد موفقين يخلف، هم يستفيد من دنيا، هم يستفيد لآخرته، هم يعيش عيشة طيبة في هذه الدنيا، هم يعيش عيشة طيبة في الآخرة، شكد جيد هذا. وآخر فاز بكلتيهما، قد جمع الدنيا مع الآخرة. لكن بعض الأفراد يستفيدون من هاي الحياة، بعدين هناك يروحون يقول شفته في المنام، ما قدم هذا الرجل لآخرته، يقول شفته وجهه مسود، ثيابه بالية، وقاعد في غرفة خربة. قمت من المنام، رحت إلى أحد المعبرين، قلت له أنا شايف واحد في المنام هالشكل، شنو معنى هذا التعبير هذا المنام؟ قال واضح، هذا ما يحتاج إلى تفسير، وجهه مسود، يعني وجهه مسود أمام الله. الله يقول له أنا خولتك كل شيء وأعطيتك الفرصة وجاءكم النذير، ما قدمت لحياتك، فوجهه مسود يعني وجهه مسود أمام الله، ثيابه بالية، يعيش في غرفة خربة مثل الفقراء في هاي الدنيا. إذا واحد فقير في هاي الدنيا شنو يسوي؟ لازم يقعد في الخربة. الخربة شنو معناها؟ يعني الشمس تشرق عليه تأذيه بالصيف، الرياح الباردة تأذيه بالشتاء، هذا معناته، يتعرض للحر والبرد، هذا معنى اللي يعيش في خربة، هذا معنى الفقير في هاي الدنيا، ما عنده شيء في هذه الدنيا. اللي ما قدم لآخرته أسوأ حالا من هذا، كل شيء ما عنده. المرء في الحديث تحت ظل صدقته في يوم القيامة، المسجد اللي بنيته هذا ظل لك يوم القيامة، مثل الدار اللي بنيتها في هذه الحياة، هاي شنو هي؟ هاي ظل لك في هذه الحياة. إذا واحد ما قدم لآخرته شو يبقى هالشكل؟ فيعيش في خربة، في غرفة خربة، ووجهه مسود وثيابه بالية، وينتظر العرض الأكبر على الله حتى يجيب الله. شنو يجيب الله؟ يوم القيامة. فالكلام دول أكثر احتياجا في الواقع، هؤلاء الذين ذهبوا أكثر احتياجا وهم الآن من حالة موتهم، يحتاجون إلى أقل شيء وإلى أكبر شيء. حتى كلمة اللهم اغفر له، هي هذه الكلمة تدخل عليه روحا وريحانا. الزيارة للمقابر بالإضافة إلى فوائدها الكثيرة أنها تخفف حالة البطر من الإنسان يتذكر مصيره، هي هذه الزيارة. الأموات يفرحون بها، مثل ما واحد إذا أعطاكم هدية شلون تفرح بها؟ تفرح بها حتى إذا مو محتاج إلها، واحد يفرح بالهدية. الميت يفرح بزيارة أهله وذويه، وحتى أكو في الأحاديث عندما يرحون تأخذه وحشة. في الواحد رحتوله مريض مثلا في المستشفى، عندما ترحون يمه يفرح، عندما تطلعون منه ما يبقى يمه واحد يحزن نوعا ما. المهم هالشكل، فأقل شيء من أصغر شيء إلى أكبر شيء. أكبر الأشياء الصدقات الجارية، يعني بناء مسجد باسم ذلك الميت، بناء حسينية باسم ذلك الميت، طابع كتاب باسم ذلك الميت، هاي صدقات جارية. من أصغر شيء إلى أكبر شيء، هذه كلها يحتاج إليها. فلذلك في الواقع هذا الحق لا ينقطع بالموت. أنقل الروايات حقيقة كثيرة في هذا المجال، ولكن ما يمكن واحد في هذه العجالة أن يذكر كل الروايات، أذكر بعضها. يقول الراوي: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه
نصلي عن الميت، صلي عن الميت أو يصلى عن الميت؟ قال نعم، هذا واجب. إذا واحد عليه صلوات قضاء لازم ابن الأكبر يقضي عنه، إذا الأبو أو الأم عليهم قضاء واجب الابن الأكبر يقضي عنهم صلواتهم صيامهم. نعم، حتى إنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، يعيش في ضيق، هذا رهين بعمل ابنه بعمل أبنائه بعمل أحفاده، فإذا فعلوا وسع الله عنه ذلك الضيق. في حديث آخر عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، إذا تصدق الرجل بنية الميت صدقة يعطيها للفقير، كل على قدر قدرته، إذا واحد ما يقدر حتى يعطي درهم واحد جيد، حتى يعطي ربع درهم جيد، كل واحد على مقدار قدرته. إذا تصدق الرجل بنية الميت، قال يا الله أنا أنوب عن هذا الميت في هاي الصدقة، أو اللهم اجعل هاي الصدقة لفلان الميت، أمر الله تعالى جبرائيل، جبرائيل مو ملك عادي من الملائكة، أن يحمل إلى قبره 70,000 ملك. جبرائيل يجي ويا 70,000 ملك، هذا الثواب ترى مضمون على الله تعالى، ما في تشكيك، بمقتضى روايات من بلغ هذا الثواب مضمون وقطعي، حتى إذا واحد يعطي نصف درهم هذا الثواب مضمون على الله تعالى. طبعا إذا واحد قدرته أكثر خو يعطي أكثر. إلى قبره 70,000 ملك، في يد كل ملك طبق. شنو هذا الطبق؟ ما ندري، معادلات عالم الآخرة. فيحملون إلى قبره هذه الأطباق، 70,000 ملك يحملون هذه الأطباق، ويقولوا له في رواية ثانية اللي هاي هدية إلك من فلان ابنك بنتك. وأعطاه الله، الظاهر أن الضمير يرجع إلى الحي اللي أطى هاي الصدقة، وأعطاه الله 1,000 مدينة في الجنة، وقضى له 1,000 حاجة، هذا الميت وهذا الحي، حتى إذا واحد يعطي درهم بمقدار قدرته أو يعطي أكثر من ذلك. أحد الأشخاص كان يقول أنا كنت مقيد بصلاة الوحشة للأموات، لأنه أكو في الأحاديث ما من ساعة أشد على الميت من الليلة الأولى، ليلة الوحشة، لأن ليلة السؤال لازم يجاوب شنو سويت في حياتك في شبابك في عمرك في مالك، عن ولايتنا أهل البيت الإمام صلوات الله عليه يقول. فأشد ساعة هي تلك الساعة، صلاة الوحشة تنفع الميت في تلك الساعة، ركعتين كما هو مذكور في الكتب الفقهية. فيقول كنت أصلي في يوم من الأيام في مدينتنا، مات واحد فقير، أنا فكرت أنه هذا الفقير أهل أخو ما عندهم شيء يسووا له خيرات يسووا له مبرات، فقلت أنا خل أصلي له صلاة الوحشة ركعتين، فصليت له وأهديت ثوابها لذاك الميت. يقول في الليل في نفس تلك الليلة شفته في المنام، فقلت له أنه شلون حالك؟ قال الحقيقة حالتي ما كانت جيدة، ولكن ببركة هاتين الركعتين الله حول حالي من تلك الحال إلى حال، وأنا الحمد لله في وضع جيد ما علي شيء. ثم قال لي ألك حاجة؟ الميت يقول لهذا الحي عندك حاجة؟ فإن دعاء الميت في حق الأحياء مستجاب. يدعو لك واحد أسير، دعاء الأسير، دعاء الرهينة، هذا رهينة في الواقع منقطع النفس خو ما يقدر يسوي شيء، بعد انتهى اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، لكن دعاء في حق الآخرين مستجاب.
فأنت تفضلت علي بهذا الفضل، عندك حاجة أنا أدعو لك أن الله تعالى ينفذ لك هذه الحاجة، يحقق لك هذه الحاجة. قلت له نعم أنا أريد الحج. في بعض البلاد طبعا الحج كلش مشكل، يعني واحد لازم يصير في السرة بعد 10 سنوات مثلا يجي للحج، فهو في بلدة الحج كلش صعب فيها. فقلت نعم أريد الحج والأسباب مو مهيئة لي. فقال أنا أدعو الله تعالى أن يوفقك الحج في هذه السنة. يقول وفعلا من حيث لا أحتسب الله تعالى مهد لي الأسباب وتمكنت أن أحج في تلك السنة. الحقيقة نحن ينبغي علينا أن لا ننسى حقهم علينا، آباؤنا أجدادنا أمهاتنا جداتنا، ذو الحقوق علينا، هوايتهم حقوق علينا، علماء الدين الذين ماتوا ذول لهم حقوق علينا، لأنهم هم الذين أرشدونا إلى الطريق. الخطباء الذين توفوا لهم حقوق علينا، لأنهم هم الذين ربطونا بالإمام الحسين صلوات الله عليه. إذا ذول الخطباء ما كانوا، منو كان يربطنا بالإمام الحسين؟ واحد في بيته يتمكن يرتبط بالإمام الحسين؟ فكل هؤلاء ذوي الحقوق علينا، لهم فضل علينا، الذين علمونا المسائل الشرعية، الذين علمونا ديننا. هؤلاء واحد يحاول بمقدار قدرته أن يسدي إليهم الخير والمعروف، ابتداء من الصدقة بدرهم وانتهاء إلى بناء مسجد من مساجد الله بأسمائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من العاقين لذوي الحقوق علينا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.